دي اخته شبهه جدا. ايه دي حلوه التاتو قوي قوي التاتو بجد حلو رهيب وات ذا نايس كولرز اللي جاب الصوره دي فعلا ما بيمشيش من غير خطوه واحده دي من على دي من على بيقول لي الصوره دي من على الواتساب عندك عارفه هو بيعمل ايه من غير بينك وبين رقم بس مش متسجل بيبات بره من غيرك الليله واحده ثواني بس ممكن يبقى في سوء تفاهم دي دي بنت خالتك مثلا او بنت عمتك او حاجه او دي زوجتك الاولانيه اللي انت طلقتها لا دي من لا مش انت عارفه شكل مراته الاولانيه لا مش بس تقريبا لا ممكن تكون في الشغل ولا حاجه في الشغل فين يا فندم حضرتك لابس روب ستان في ايه ما كله بيبقى شغل اصبري بس اصبري الحاجات دي دايما بنلاقيها يا ستي اصبري بقى افهم ايه دي ما ممكن تكون من تركيب ولا اي حاجه مش دي من على الموبايل ولا يعني هما بيقولوا لي في صوره كمان في صوره تانية واو ده في تغيير في البيجامز كمان ما شاء الله حلو حلو قوي يعني بيبات للتين للتين تخيلي خطوه واحده من غيرك طب قولي لي هو امتى كان لا هو انتوا معلش ثانيه واحده يعني احنا ممكن نطلع فاصل او حاجه دلوقتي انتوا ممكن تطلعوا بره لو عايزين طيب انا ما سالتكيش طب هنطلع فاصل اعزائي المشاهدين ونرجع معاكي بره خليكم في المسابقه خليكم في المسابقه انا ما كلمتهاش هطلع فاصل طب هي تتدخل ليه فاصل وهنرجع لكم تاني استنونا رحمة أنا أسفة جدا والله صدقيني ده مش هدف البرنامج خالص إحنا بنهزر وبنلعب أنا فجأة لقيت الموضوع راح في اتجاه تاني وهو قال لك ثقة في اللي نجح ودينا الموبايل معلش يا جماعة إحنا خناقات المتجوزين اللي هما زيكم دول يعني أنا سوري هما كمان بيقولوا لي إن في كونفرزيشن إحنا كده كسبانين طب يقولوا لهم يجيبوا لي الموبايل طب ثواني حاضر كده إحنا المفروض في رسائل صوتية كمان هجيب لك الموبايل حالا صوتية؟ حصلت صوتية؟ ده ما بقاش مسابقة ده بقى فضيحة الهبل ده مين اللي طلع القرف ده ما اعرفش يا بيبي والله انا مش حاططها مع التليفون انا ولا حاطط حاجه زي كده مش حاطط حاجه زي كده ركبوها لك ما هم ركبوها لك صح دي تركيب ودي مش هي انت انت دي انت ممكن نكون في شغل ولا حاجه شغل ايه دوت البروب وانا شغال في السياحه في الفندق ممكن مثلا ولا حاجه جيست ولا حاجه حابه تصور معايا عارف المأذون؟ عارفه صح؟ عارف المأذون؟ مبروك عليك يلا هي مش هتوصل لا هي وصلت خلاص للدرجه دي ايه ده بس ايه ده؟ لا خلاص معلش إيه يا جماعه طيب يعني نقفل او حاجه ايه يلا ايه طب شكرا يلا هم جايين ايه عملتي ايه خلصتي الليله دي ولا ما خلصتيهاش ولا انت خفتي الثقيله بالكروات والمدورات والمخططات ركزي قلت لك خليكي كده شيك انا بس عايز الله يبارك لك بس يعني ايه خليك مع ما خلينا في المسابقه انت لسه الله يبارك لك انت صورتك عالميه فضحتني بس الصوره دي خلينا في المسابقه بقيت اشهر مني استحسن يعني استحسن عشان خاطر ايه مشاهدينا ورجعنا لكم بعد الفاصل وانا والمدام وانا بعتذر لرحمه بشكل شخصي ولكل المشاهدين انتوا عارفين ده مش اتجاه البرنامج خالص احنا بنلعب وبنهزر يعني انا متاسفه يا رحمه هما بيقولوا لي ان في فويسز في فويس مسجز في الكونفرسيشن تحبي تشوفي انا عايزه اشوف طيب ممكن يا جماعه تسمعونا الفويس الروج طب هو المفروض اصلا انت مالك؟ المفروض اصلا انت تفتحي حاجه طب قولي لي افتح لك على حاجه معلش مش شكرا والله ما كنتش جيت المسابقه احسن يا باشا كلها بتلعب بدلها ما انت يعني انت رحمه انا صدقيني هو الرجاله كلها زي بعض بس يعني انت في موقف بصراحه لا مش كلها زي بعض سيفنو انا مش عارفه ادير الحلقه انا اول مره اتحط انا ما سالتكيش عن مش وادي ليه
اهدي بس كده شويه على نفسك كده، اهدي. لا لا خليك في شكلك انت وموضوع خلص. انت ثقه في اللي انا جايه نلعب وانت ايه البرود اللي انت فيه ده؟ انت بدل ما تبوس على راسها ولا تعتذر لها ولا انت فضحت مراتك على الهوا. احنا بنعرف نحل مشاكلنا مع نفسنا. يبوس على راسي يعتذر لي ليه؟ انا اللي غلطت لما اخترته، انا اللي غلطت لما اتجوزته، فانا ادفع ثمن غلطتي ان انا اشوف صور زي ديت مع واحده ثانيه. اكيد يعني هيكون ايه؟ دي واحده زباله عارفها من الشارع، وده اتجوزها حضرتك. هو متجوزها على فكره، متجوزها اتجوز زباله، اتجوزها تشبع بيها وتطلقني انا ونرجع بيتنا وتخلص موضوعك معايا. بيتنا بيتكم ايه؟ لسه استرجعيني ارجع بيت ابويا؟ هو انا ماليش بيت؟ بيتنا بيت ابويا، انا ما بقاش بيتي كده. ما فيش بيت، والا كان زمانك سبتي قومتي دلوقتي. لا لا يعني بدل ما نقعد جنبها ونحتضنها انت بت لا 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 لا